طبعا القضية الفلسطينية يعني محل متاجرة كبيرة جدا، سواء من قطر، سواء من تركيا، سواء من إيران، وهو المحور المقصود منه هذه الاتفاقيات، المحور التركي القطري الإيراني، وإن كانت إيران بصفة خاصة وإسرائيل مسألة معروفة أو من قديم الزمان. العلاقات أيضا بين قطر وتركيا تفوق العلاقات التي تجري حاليا ما بين الإمارات وإسرائيل، وما بين إسرائيل والبحرين. العلاقات بين هذا المحور باستثناء ربما إيران، يعني بين قطر وتركيا وإسرائيل، علاقات قديمة ومتنامية وربما متعاظمة وتفوق بمراحل ما بدأت به البحرين والإمارات حاليا. إذا العملية عملية متاجرة، دعم حماس من جانب قطر أعتقد يعني لا يفيد القضية الفلسطينية، لأن هناك يجب أن يكون كما أشرت أن تكون هناك وحدة في القيادة الفلسطينية، وأن يتوحد الصف الفلسطيني ويدخل في المفاوضات، لا يترك هذه الفرصة تضيع مثلما ضاعت فرص ضائعة كثيرة قبل ذلك.